birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. طول عمركم يا رب. احلى شباب احلى مخلص الاوسط العالم انتوا اهل انتوا اكراد حبايبي ويا ريتني كردي انا دور ابكم والله والله واحلى عالم احلى ورق لا اله الا الله ممنون عيونكم على راسي وعلى اللي يخرج العود بدأوا بس كمان قطوا لا العود تقول العود رحل عن عالمنا منذ لحظات ابن الفنان جورج وسوف، بعدما الناس كلها في مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتكلم عن حالته الصحية من امبارح، بعدما قالت وسائل إعلام لبنانية إن ابن جورج وسوف حالته الصحية مش في أحسن حال. رحل عن عالمنا وديع ابن سلطان الطرب جورج وسوف بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية جراحية عملها قبل أيام. الناس بتقول إنه رحل بسبب عملية ربط معدة اللي أدت لمضاعفات اتسببت في وفاته. يعني يا جماعة هو كان عاوز يعمل العملية دي علشان يخلي وزنه يخس، وقد إيه العملية دي ناس كتير شايفها بسيطة، لكن يا جماعة ممكن الواحد يتوفى على أتفه الأسباب. عملية ربط معدة أدت لوفاة ابن الفنان جورج وسوف، قالت مصادر طبية في مستشفى لبنان اللي كان بيتعالج فيه وديع واللي دخله وهو في حالة صحية خطيرة بعد ما تعرض لنزيف حاد بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب اللي عمله عملية تصغير المعدة من حوالي 10 أيام. وديع دخل المستشفى علشان يعمل عملية جراحية وعانى من بعض المضاعفات، وده اللي استدعى طلب وحدات دم ليه. وبعد ما انتشر الخبر بشكل واسع على السوشيال ميديا، شارك النهاردة جورج وسوف جونيور صورة لأخوه على انستجرام دعاله فيها بالشفاء. الناس كلها عارفة ان جورج وسوف بيلقب بأبو وديع، لان وديع اللي توفى هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار اللي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد ما عائلتها رفضت الارتباط ده. وشارك وديع صورة ليه من اسبوع كان بيعايد فيها جورج بمناسبة عيد ميلاده في انستجرام، وكتب عليها عيد ميلاد سعيد لوالدي واخي واعز اصدقائي، احبك يا ابي. الوسط الفني السوري والعربي فجع بخبر وفاة وديع ابن جورج وسوف زي ما قلنا لحضراتكم بسبب مضاعفات العملية الجراحية اللي عملها، عملية تكميم المعدة اللي عملها بقاله أكتر من أسبوع. وعلى الرغم من أن العملية كانت ناجحة في وقتها، يعني هو ما توفاش بسبب العملية على طول، ده بالعكس يا جماعة العملية نجحت ووديع روح البيت وكان عايش حياته بشكل طبيعي، لكن الدكاترة نصحوه بأنه يلتزم بالإجراءات والتعليمات اللي قالوله عليها، لكن وديع ما التزمش بالإجراءات دي وعلشان كده اتعرض لنزيف داخلي أدى لوفاته.
وسائل التواصل الاجتماعي انتفضت واشتعلت برسائل نعي وتعزية للفنان السوري جورج وسوف بعد ما كانوا بيهنوه بحلول رأس السنة الميلادية. وأعلنت قناة أغاني أغاني اللبنانية عبر حسابها في تويتر خبر وفاة وديع ابن الفنان جورج وسوف، وقالت انتقل إلى رحمة الله الشاب وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف بعد أزمة صحية حادة. رحم الله وديع وألهم أبو وديع الصبر. وكتب الإعلام اللبناني نيشان عبر حسابه على تويتر: وديع وسوف الغالي، عرف عن جورج وسوف شدة حبه وتعلقه بابنه الراحل وديع، ووصف ابنه قبل كده بأنه حبيب القلب، ودشن محبه الفنان السوري هاشتاج وديع جورج وسوف، وعبروا عن حزنهم لوفاة ابن نجمهم المفضل. نوال الزغبي قالت: الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك، آخ يا أبو وديع شو جرحك ووجعك كبير. نجوى كرم قالت: الدنيا وجع، وهالوجع بالذات جمر نار وما بتنطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع ويصبر قلب أبو وديع وأم وديع. الفنان جورج وسوف اتصدم صدمة كبيرة جدا بعد وفاة ابنه، لدرجة ان موقع الجرس اللبناني قال انه تم نقله للمستشفى في حالة طوارئ بعد ما تعرض لأزمة صحية بعد ما عرف خبر وفاة ابنه الأكبر وديع. وقال الموقع اللبناني ان الفنان جورج وسوف اتعرض لنوبة عصبية غير عادية ما خلتهوش قادر يتنفس، ودلوقتي تم نقله للمستشفى في قسم الطوارئ علشان يتلقى العلاج المناسب لاستعادة وعيه وحالته الطبيعية. وكتب الصحفي اللبناني عادل سامية: تم إدخال سلطان الطرب جورج وسوف إلى الطوارئ في المستشفى بعد تلقيه خبر وفاة ابنه وديع جورج وسوف، وذلك إثر نوبة أعصاب حادة أصيب بها. في ناس كتير جدا قبل وفاة وديع كانوا بيدعوله بالشفاء العاجل، ومنهم الإعلامي نيشان اللي كتب: أنا قلبي حزين رب شفيه. وناس تانية طالبوا بالدعوات لوديع علشان يخرج من أزمته الصحية التي وصفت بالحرجة، وربطت ناس كتير بين تغريدة إليسا اللي طالبت فيها بضرورة الاتجاه لأحد مستشفيات لبنان للتبرع بالدم، وبين تواجد وديع جورج وسوف هناك بنفس المستشفى. حسابات الفنان جورج وسوف شاركت النعي وتفاصيل الدفن والعزاء، وقالت ان جثمان الراحل سيوارى الثرى بمدافن العائلة بمسقط رأسه في كفرون في سوريا بعد صلاة البخور لراحة نفسه في كنيسة مار الياس الساعة 5 مساء، وان العزاء هيكون يوم السبت في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس مارناكولا في الاشرفية من الساعة 12 الى الساعة 6 مساء، وايضا في كفرون في كنيسة مار الياس بعد الدفن يوم الأحد والاثنين والثلاث ابتداء من الساعة 12 ظهرا، والسبت 14 يناير في الأشرفية ببيروت. خلال الأيام الأخيرة عانى وديع من مضاعفات شديدة لعملية تكميم المعدة، واحتاج وديع لفصيلة دم أو موجب واللي تم توفيرها في وقت مناسب، ورغم ذلك كانت حالته حرجة. أسرة وديع التزمت الصمت خلال فترة وجوده في المستشفى، ولكن بدأ عدد من النجوم بالكشف عن تفاصيل حالة ابنه وطالب الجمهور بالدعاء ليه، ومن بينهم الفنان وائل جسار اللي كتب: أتمنى من كل قلبي الشفاء العاجل لنجل سلطان الطرب جورج وسوف، وإن شاء الله يقوم بالسلامة. الإعلامي عمرو أديب قدم واجب العزاء للفنان جورج وسوف وقال: منذ قليل رحل نجل جورج وسوف، ودائما نناديه بأبو وديع، والآن رحل وديع خالص. العزاء للفنان الكبير جورج وسوف اللي ظهر مؤخرا أثناء حضوره حفل تريونايت في الرياض ليلة رأس السنة. شكرا لكم على حسن المتابعة، أتمنى أن يكون الفيديو نال أعجاب حضراتكم. استنونا الفيديو الجاي، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.